السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات فمرحبا بكم، وكيف ما لاحظتوا في العنوان ديال هذا الفيديو، ففي هذا الفيديو غادي نطرقوا وغادي نستمروا في المواكبة ديال القضية ديال دنيا باطمة واتهامات الأستاذ رشيد العمارتي، وهذا الملف برمته بمختلف التجليات ديالو والارتباطات ديالو. فاليوم إخواني أخواتي فغادي نغوصوا وغادي نتكلموا بدون تحديد نقاط معينة أو لا محددة، فغادي نتكلموا على واحد العنوان رئيسي اللي كيتعلق بالأستاذ رشيد العمارتي، واللي مرتبط بأن رشيد العمارتي نصاب أو لهذ الأمور هذه اللي أحيانا كتجيني عن طريق بعض التعليقات، وأحيانا أخرى يعني كنشوف بعض يعني الأعمال أو الفيديوهات ديال بعض الإخوة أو الأخوات اللي كيتكلموا على هذه النقطة هذه وكيثيروا هذه النقطة هذه ديال أن الأستاذ رشيد العمارتي يعني نصاب أو لا شيء من هذا القبيل. فالإخوان والأخوات اليوم في هذا الفيديو غادي نتكلموا وغادي نطرقوا وغادي نغوصوا في هذا الموضوع برمته، وايضا غادي نجبدوا حتى واحد الحاله اللي مرتبطه بواحد الشخصيه اللي كانت عندها علاقه او اللي كانت متهمه بان عندها علاقه بالحساب ديال حمزه مومبيبي، واللي هي اسماء العمراني. فاخواني اخواتي على بركه الله، فكيف ما قلت غادي نبداو بهذه النقطه هذه ديال استاذ رشيد العمارتي. فكيف ما كتعرفوا هذا الملف ديال حمزة مومبيبي عنده نقاط محددة، ومعلومات بخصوصه منتشرة منذ تفجر هذا الملف. يمكن الملف دابا راه في السنة الأخيرة ديالو، ولكن في هذه المدة الأخيرة انتشرت معلومات بخصوص هذا الملف اللي محرجة لا لل يعني الدنيا باطمة ولا لكل من يمكن أن يعتبر أنه توقف كحجرة عترة أمام تحقيق العدالة. هذه المعلومات هذه اللي انتشرت شكون المصدر ديالها؟ الأستاذ رشيد العمارتي. لن يختلف اثنان على أن الأستاذ رشيد العمارتي فجر وجاء بمجموعة ديال الحقائق ومجموعة ديال الدلائل. فأستاذ رشيد العمارتي تكلم على وئام الدحماني وذكر مجموعة ديال الأدلة المرتبطة بوئام الدحماني، وهذه الأدلة هذه فعلا مع مرور الوقت بدينا كنسمعوا أصوات أخرى اللي تكلمات على هذه الأمور. أستاذ رشيد العمارتي أثار مجموعة ديال الأمور المرتبطة بملف حمزة مومبيبي، ولكن في الشق المرتبط بالقضاة المتهمين وهذه الأمور، ونفس الشيء وصلنا ليه كنتائج يعني من بعد مرور ايام على تفجير الاستاذ رشيد العمارتي لهذه المساله هذه ديال القضاة، وانهم كيتلاقاو في واحد البلاصه، وان هذه الامور هذه كلها يعني كلام سبناه يعني غادي في هذاك التوجه فعلا. قد يصيب الاستاذ رشيد العمارتي في جزء في 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 الامر، ولكن قد يخطئ في جزئيه واحده او اثنتين او لا يعني امور بسيطه، لا يمكن ان يكون كلامه صائب يعني بصفه نهائيه، وهذا أمر طبيعي وأمر يعني النسبية راه كتدخل يعني راه كل إنسان يعني معني بهذه النسبية هذه، ماشي بالضرورة الأستاذ رشيد العمارتي حينما يخطئ نحمله مسؤولية كل شيء. فهنا يعني حدود الملف ديال ارتباط الأستاذ رشيد العمارتي بهذا الملف ديال حمزة مومبيبي ومحاكمة ديال دنيا باطمة، هذا الملف برمته. فأين نصب الأستاذ رشيد العمارتي؟ أنا كنحاول أنني مع راسي نشوف واش الأستاذ رشيد العمارتي نصب علينا فكريا، ما نصبش علينا فكريا، واش نصب علينا من ناحية المعلومات معلوماتيا، ما نصبش علينا معلوماتيا. يعني الامور التي تهمنا ما نصبش علينا فيها الاستاذ رشيد العمارتي، كان كيتكلم بحرقه وكيتكلم على الملفات ديال عزيز اخنوش وكيتكلم بزاف ديال القضايا،
ما قامش بالنصب، هذه قناته هو، ماشي رئيس الحكومه باش غادي نحملوا مسؤوليات. هذه قناه، كاين الناس عندهم قنوات كيخرجوا غير كيكذبوا على عباد الله. على اي نبقاو يعني في اطار يعني فقط الاستاذ رشيد العمارسي، فالاستاذ رشيد العمارسي معلوماتيا وفكريا ويعني في كل ما يتعلق بهذه الملفات والقضايا اللي كتهم الشعب المغربي، فدائما ما كيتكلم بحرقه وكيقول معلومات اللي هي كاينه وقد نكون نعلم بها او تكون جديده بالنسبه لنا. اما مساله النصب ديال الاستاذ رشيد العمارتي وهذه الامور، هذه مساله بعيده كل البعد، لان انا شفت واحد الحوار ديال الاخ ديال الاستاذ رشيد العمارتي الاسم ديالو سعيد، فهذه الامور لا تعنينا، لا تعني الملف ديال حمزه مومبيبي. حتى هذا الاخ ديال الاستاذ رشيد العمارتي ما خرجش للاعلام، يمكن غير وصل الاوديو لشي شخص ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، وربما واش قال لهم كاع علنوا على هذاك الاوديو او لا ما قالش لهم وخرجوا هذيك التسجيلات. هذا كلام ما بين افراد من العائله، صراع ما بين افراد من العائله. اما المساله ديال العيد وهذيك الامور، انا كنت تطرقت لها في هذاك الوقت وكنت قلت لكم اخواني اخواتي كيف ما كتعرفوني على طول هاد الخمس ما يقارب الخمس سنوات ديال تواجدي على يوتيوب، انا تنقوم بالتغطيه ديال القضايا والملفات وما تنورطش راسي وما تربطش راسي في شي امور خارجه على هاد الاطار. في هذيك اللحظه انا كنت خرجت وقلت بان انا ما عنديش علاقه بهاد الامور هذه ديال هاد الدعم اللي بغى يتقدم لبعض الاشخاص وهاد الامور. يعني هكذا هو المثال خاص يقوم به اي شخص اخر ما عندوش علاقه بهاد الامر. فمسألة اتهام او لانني لقى تعليقات او لا امور جيني معلومات بخصوص ان الاستاذ رشيد العمارتي نصاب، نصب على اخوه، نصب على هذا، نصب، ما علاقتي انا بموضوع، انا كنناقش مواضيع اللي كتهم الراي العام الوطني، كتهم عموم المغاربه. الى الاستاذ رشيد العمارتي نصب على مجموعه ديال المواطنين في شركه وهميه ما، انا ذاك غادي تحدثوا عن النصب. الى الاستاذ رشيد العمارتي كانت عنده مسؤوليات ونصب او لك لا ميزانيه ديال هذيك المسؤوليه، تما غادي تكلم ميد لايف. اما باش تقول لي نصب على خوه ولا هضرنا مع خالو وقال لينا راه تيصيفط لي الفلوس، هذه امور لا علاقه لي ميد لايف بها، ولا علاقه لي بها، ولا علاقه للمغاربه بها. وقضية دنيا باطمة كنطرقوا لها لأن قضية رأي عام وحساب اللي ارتبط بفضائح وارتبط وعنده أداء تجلى على مجموعة ديال الشخصيات وتجلى حتى على يعني الرأي العام المغربي اللي يعني واحد السمعة ولات عربيا السمعة اللي في شكل بسبب هذا الحساب. لهذا فكنتكلموا في هذا الحساب لأنه تسبب في واحد الآثار سلبي يمكن نقولوا على الصورة ديال الفن وديال المحيط ديال الفنانة وديال حتى الاعلام وحتى القضاء. ووضحنا مجموعه ديال الامور ووضحنا بان مؤسسه القضاء نزيهه ومستقله، يمكن ان يكون هنالك قاضي فاسد ولكن المؤسسه كتبقى نزيهه ومستقله. والدليل هو هاد الامور اللي كنوصلوا لها الان اللي هي يعني محاسبه مجموعه ديال القضاة. فاخواني اخواتي كنتمنى ان هاد النقطه هذه تكون واضحه. واما بالمساله النقطه الاخرى اللي عندها علاقه باسماء العمراني فغادي نطرقوا لها ان شاء الله في فيديو لاحق، لان باش ما يكونش هذا الفيديو طويل عليكم اخواني اخواتي. فكنتمنى ان يعني الميساج والرساله ديالي العموم الناس اللي كيقولوا علاش ميد لايف ما تكلمش على هذه المساله هذه ديال الاستاذ رشيد العمارتي، اتهامات كتوجه ليه بالنصب وهذه الامور هذه، فهذا الشيء راه بعيد على الملفات وبعيد على القضايا، وهذه الامور هذه ما كتهمش او لا لم يتم، هي غير مؤكده ولكن غنتكلموا حنا كيف ما قلت ما يعني ما كاينش نصب على مواطنين او لا مشاكل ما بينه وما بين خوتو، وهذه امور يعني ما خارجاش للعلن. الى هنا جيت الختام اخواني اخواتي ديال هذا الفيديو. ختاما كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، وكنتمنى انكم يعني تفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها اخواني اخواتي. والله يحفظ البلاد هذه من كل شر، وخير الختام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.